اتحاد معاشي ولاية شمال دارفور. مرحبا بكم. بالنسبة للمعاشيين والمعاشيات يقولون دارفور، لقد بذلنا جهدا كبيرا من اجلكم ما إدارة المعاشات والسودان، والحمد لله تم إرسال كشوفات وأسماء المعاشين للولايات الآمنة، ويتم الصرف للمعاشين من الفاشل وميادة زانينتي والجنينة عن شارع أبريل ومايو ويونيو زائدا منحة عيد الفطر المبارك. الصرف لهم وولاية النيل الأبيض والجزيرة والنيلة. أما بالنسبة للمدن الغير آمنة كذلك مسائل بنك فيصل وبنك الأسر والادخار وبنك الصرف لهم، وما أعيدكم بإذنه تعالى يتم ذلك قريبا مع العمل الجاد لتوفير الأمن للبنوك المعنية. فصل الله الأمن والاستقرار للسودان الحبيب ودمتم في راحة الله. ونختم جولة السودان اليوم بالمؤتمر الصحفي الذي عقده تحالف لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية.